تعالي بقى نروح ليه برضه ملهاش حل، مش عارفين نهرب من الكوفيد، ربنا يسيح عننا يا رب ان شاء الله في اسرع وقت. بدنا نروح لاخر اخبار كوفيد 19 في مصر. مصر سجلت اخر الارقام تحسن ملحوظ الحقيقه في حالات المتعافين، شمل خروج 1007 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات امبارح تحديدا، ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 34,838 حاله. طبعا في نفس الوقت تم تسجيل 420 حاله جديده وكمان 46 حاله وفاه، وكده يكون اجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 92,482 حاله، من ضمنهم 34,838 حاله الحمد لله رب العالمين تم شفائها، و 4,652 حاله وفاه بكل اسف. كمان ودي من الاخبار اللي هي ايه نسبيا لطيفه، ايجابيه ايجابيه يعني الصبح احنا عايزين اخبار ايجابيه عشان ندي طاقه ايجابيه ويعني ايه ضوء امل كده ولا ضوء الضوء زي ما بيقولوا. في شركات ادويه محليه اعلنت ان هي ستطرح علاج كوفيد 19 خلال اسبوعين، وقالوا ان هم بيقوموا بتصنيع مثيل للدواء الياباني والروسي لعلاج فيروس كورونا، وطبعا يا رب ان شاء الله بنتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.